الثواني المتبقية تسعف فريق الشرطة من أجل التسجيل. ومايكل الله 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 على الأمريكي مايكل كيرس يسجل 3 بوينتس لفريق نادي الشرطة. ورايس رايس الآن هذا اللاعب بدأ يسجل. هذا هو رايس اللي وضع 3 بوينتس في سلة نادي الكرخ. رايس يسجل 3 بوينتس في سلة نادي الكرخ وهي النقطة الخامسة. رايس من جديد رايس من جديد. الله على رايس الله على رايس. 3 بوينتس آخر لهذا اللاعب الأمريكي رايس. 3 بوينتس آخر. لاحظ 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 رايس ويسجل 3 بوينتس في سلة نادي الكرخ. وهذه الثانية لرايس. لاحظ مايكل كيرس هيها لرايس ويسجل 3 بوينتس أخرى في سلة نادي الكرخ. 38-26 أو 38-27 آسف. يرفع الشارع الاكلاته 24-21 كره منتصف ملعب. شو روعه شو عم بصير اخر ثواني. شو هالكره على اخر ثانيه من الهاف كورت. راح نشاهدها مره ومرتين وثلاثه. روعه لصعب المهمة على الشرطة بالعودة في المباراة. الكومباك سيكون حاضر. الشرطة والكرخ أسماء مهمة أسماء جيدة داخل المستطيل الصلب ملعب كرة السلة. رايس كيف سيلعب الكرة ورايس والملازمة من منفي. رايس الآن الكرة عند رايس. 11 ثانية 10 9 ومنخي بالملازمة. رايس سيسجل. رايس يحاول يرمي رايس يحرز اللقب. الشرطة اللقب للشرطة. نعم الاحتفالات قبل انتهاء المباراة. هناك ثانية وواحد بالعشرة من الثانية. 90-89 الله على فيافية رايس. قلنا ونوهنا ان الشرطة لديه مفاتيح الفريق الذي يمتلك كيرس ورايس بإمكانية نشاهده بالإعادة. رايس الله عليك يا رايس. الله عليك تسلم إيديك. ثلاثية جميلة سجلها رايس. ثلاثية اللقب ثلاثية التتويج ثلاثية التتويج. لكن ليس بعد هناك ثانية وواحد من عشرة وفي كرة السلة وقت كبير. هناك تايم اوت وقت مستقطع من الكرخ وستلعب الكرة. شاهدها مرارا وتكرارا تستحق الإعادة. ثلاثية جميلة سجلها رايس والآن الفارق نصف سلة. 90-89 الشرطة متفوق على الكرخ بفارق نصف سلة وهناك التايم اوت وقت المستقطع لفريق نادي الكرخ. ستلعب الكرة من الساحة الأمامية من ساحة فريق نادي الشرطة. المباراة تشتعل. النجار منفعل كان متقدم بفارق 2 بوينتس والآن خاسر بفارق نصف سلة. ماذا هو هذا؟ هو عالم كرة السلة عالم مجنون عالم ساحر كرة السلة. اللعبة الجماهيرية الشعبية بعد كرة القدم. دورينا الدور العراقي الممتاز الذي يأتيكم من شاشة العراقية الرياضية. استمتعتوا معنا طيلة الأيام الماضية بالمباريات الجميلة. مباراة المربع الذهبي التي كانت بين الشرطة وفريق نفط الجنوب وبعد ولعب الكرخ مع فريق النفط. وأيضا على مركز الثالث والرابع التقى النفط مع نفط الجنوب وحقق النفط الفوز بنتيجة 88-81. الآن المباراة النهائية المباراة الإقصائية الثالثة. في المرحلة الأولى 76-67 للشرطة. في المرحلة الثانية 89-79 أيضا للشرطة. في البلاي أوف الأول 66-65 والمباراة الثانية كانت للكرخ 75-70. الكرخ الذي كان متقدما لغاية آخر 12 ثانية الآن هو متخلف بفارق نصف سلة. لا يوجد تعادل بكرة السلة. إذا ما تعادل الفريقان سيكون هناك اكسترا تايم وخمسة دقائق مشتعلة ومجنونة. ثانية وواحد بالعشرة من الثانية. رايس رمية العمر لرايس. رايس سيتذكرها جمهور الشرطة سيتذكرها الجيل القادم. رمية رايس
في الموسم الماضي ايضا سجل اللاعب لاعب فريق نادي دوك مايكل شمعون فلافية، وكان نفط الجنوب متفوقا بفارق نقطتين. شمعون سجل فلافية مع صافرة النهاية وقاد فريق دهوك لللقب. الآن رايس ورميته فلافية، لكن هناك ثانية وواحد بالعشرة من الثانية، وقت كافي لتسجيل سلة أو سلتين أو فلافية. هناك فرصة والفريق كتيبة نادي الكرخ كتيبة تضم أسماء مهمة، أسماء جيدة. باقية الشرطة اللي خسر ثلاثة من أبرز لاعبيه عاد وسجل ثلاثية في آخر 12 ثانية. كم أنت كبير يا رايس. نعم رايس يسجل فري بوينتس، والآن الشرطة والكرخ لا زال النجار يعطي التوجيهات والتعليمات. الآن يجب أن يتعامل لاعبي الكرخ مع هذه الكرة، كرة تأجيل حسم اللقب أو كرة اللقب لفريق نادي الشرطة إذا ما سجل الكرخ. خماسي فريق نادي الشرطة، نشاهد كيرز ورايس وصفاء سليم وعلي مؤيد وميثم عبد الواحد قبيان، والتوجيهات والتعليمات من ماهر خنيفر. خنيفر المحترف المدرب التونسي الذي عمل مع فريق نادي الشرطة في الموسم قبل الماضي، وأيضا متواجد في هذا الموسم اللاعب الذي لعب لمنتخب تونس في بطولة أمم أفريقيا وكأس العالم. الآن المباراة تلفظ النفس الأخير، ثانية وواحد بالعشرة والبول بوزيشن لفريق نادي الكرخ. الكرخ الآن والكرة عند اللاعب قتيبة عبد الله من السايد لاين، يحاول الكرخ تسجيل نقطة أو نقطتين أو ثلاث نقاط. الآن قتيبة الجيمي، جيمي يرمي ثلاث نقاط، خلاص مبروك اللقب للشرطة، مبروك اللقب للشرطة. الشرطة يحرز اللقب الثاني بالنسخة 36، اللقب يحرزه فريق نادي الشرطة. رايس هو من صنع اللقب، كتيبة ماهر خنفير، الأسماء المتواجدة، الأسماء التي سيذكرها تاريخ كرة السلة وأيضا سيذكرها فريق نادي الشرطة في المواسم القادمة. الآن الكلمة، الآن الاحتفالات والتتويج الذي سيكون بعد دقائق لا تذهبوا بعيدا. الآن سنشاهد من كان أفضل لاعب، من هو أفضل لاعب في مباراة اليوم. الأفضل سنشاهد هل سيكون مصطفى جاسم ب 32 نقطة أم رايس الأمريكي الذي سجل فلافية. ونشاهد العناق من صلاح الخفاجي والد محمد صلاح، ومحمد صلاح أيضا، وخنفير ودموع الفرح، ورايس والفلافية. الله عليك يا رايس، فلافية التاريخ، فلافية الأمجاد، فلافية الدرع، فلافية اللقب. رايس والرمية الفلافية، كان متفوقا الكرخ بآخر 12 ثانية، لكن رايس قال كلمته ورمى الكرة من منطقة الست أمتار وخمسة وسبعين وسجل فلافية. وأفضل لاعب، الأفضل في مباراة اليوم، من سيكون الأفضل؟ الأفضل ننتظر، والاحتفالات على أشدها بين الجماهير، ونشاهد الاحتفالات والرقص. من حق الفريق أن يحتفل، اللقب الثاني الذي جاء بعد 18 موسم. الآن الكلمة للزميل فاضل الحمداني، لك الكلمة أستاذ فاضل. شكراً لزميلي المعلق حمد عاشور. مشاهدي الكرام، ألف مبروك لفريق الشرطة، ألف مبروك للجمهور القيثار اللي حضر المباراة، ألف مبروك لاتحاد كرة السلة على هذا التنظيم الرائع والتنظيم الفني والإداري. دكتور اليوم شاهدنا أستاذ علي مباراة مثيرة ممتعة لم تحسم إلا خمس ثواني الأخيرة، قدر فريق الشرطة أن يحسمها بثلاثية وبالتالي فوز بنقطة واحدة في المباراة. كيف كانت المباراة بصورة عامة أستاذ علي؟ دكتور علي عاشور المباراة الأولى تشوف أن السكور كان 65 69 65 75 70، كانت مباراة دفاعية، الفريقين كانوا يحاولون يعني واحد متهجس من الآخر. أما اليوم من بداية اللعب الفريقين يلعبون بشكل هجومي، الكل يريد يفوز. الشرطة أعتقد صحح أخطائه باللعبة الماضية، لذلك اليوم أحسن، وخصوصا اللاعب أحمد فرحان اللي جاب الثلاثيات، كذلك الكرخ اللي كان متأخر، ولكن بعدنا المدرب أجاد وغير في
تكتيك لعبه، قدر يجيب المباراه وتقدم على الخصاصه من اللاعب مصطفى جاسم اللي جاء ايضا.